الحمد لله رب العالمين. وأنا واحد من رعايا الفرنسيين الذي غير اسمه إلى اسم أمير، والحمد لله رب العالمين، وذلك بعد أن دخل في دين الله تبارك وتعالى، وهو الآن معنا وأعلن إسلامه في بعض المساجد وفي مسجد من المساجد، ولكن لما شاف هذا المسجد في بعض الصفحات وكانت عندنا لقاءات معه وتكلمنا عن دين الله عز وجل، أبى إلا أن يحضر معنا، أبى إلا أن يشارك المسلمين في هذا المسجد العظيم. ولم أقول لكم سبب الإسلام دياله عجيب جدا، هي هذه الأحداث الأخيرة على غزة، لما شاف الناس شاف هذا الثبات صار يسأل عن دين الله عز وجل، والفضل يرجع أيضا للمنافق والحاج الذي كان يعني دائما ما يناقشه في هذه المسائل حتى أعلن إسلامه، ولله الحمد والمنة. Je suis très heureux et honoré d'avoir partagé cette prière aujourd'hui avec vous. Et je suis honoré et très heureux de faire partie de l'islam et d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Allahu Akbar.